احنا المركز الحديث للتربية الخاصة، احنا مجموعة من الأهالي. الله أنعم علينا، كل واحد بيولد عنده مشكلة عقلية، فاتفقنا مع بعض وفتحنا هذا السنتر. احنا مؤسسة مش ربحية أبدا، ناخذ أقساط رمزية جدا عشان نقدر نمشي الكاست اللي احنا فيه ونساعد على قد ما بنقدر. بخدم تقريبا هلا حاليا 17 طفل، بطلوا أطفال صاروا رجال هلا حاليا، الأولاد كبروا عنا. في عنا أكم من حالة بالمركز إحنا مسؤولين عنهم مادياً ومعنوياً وكل إشي، لأنه ما عندهم أهل أو لأنه وضع المادي للأهل زيادة كتير متدني، أو إنه في أكثر من طفل عنده إعاقة بنفس البيت فالمركز تبنى واحد. كل واحد من ولد في إله سرير، وفي مشرفة بتنام معاهم بالغرفة وهي مسؤولة عن ترتيب الغرفة وعن الأولاد. لازم تعلمهم، الأولاد قابلين للتعلم فلازم يتدربوا ولازم يتعلموا. الغالبية العظمى أهلهم مش موجودين في المملكة، اللي موجودين هم أولاد المساهمين. إحنا مبنانا مستأجر، هو هاي اللي عملنا هلأ المشكلة أكتر إشي، إنه زاد الأجار يعني تبع المركز، فهم عم بيحاولوا يساهموا معنا بقد ما بيقدروا. الله كريم.